أيضا من الشعارات والمنارات التي ينبغي أن يعتنى بها لصدق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إليها، الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا دعاه. ومن القصور في الفهم والخطأ في الإدراك لمعاني الشريعة أن يظن الظان بأن الدعوة مهمة أناس دون آخرين، أو واجب على بعض الناس دون آخرين. لا، كل من شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يصح له ذلك إلا بالدعوة إلى الله عز وجل بقدر المستطاع وبحسب العلم. ولذلك الله تعالى جعلها قيدا في صدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من منا معاشر المسلمين رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، عربيا أو عجميا، يقول: لا أريد أن أكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يدعو إلى الله ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بنص الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول في أمره العام المطلق، يقول: بلغوا عني ولو آية. فكل من بلغه شيء من دين الله تعالى ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يبلغ غيره بقدر المستطاع وبحسب العلم. فبما عندك من علم من دين الله عز وجل بلغ الناس من ورائك، حدثهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم كيفية الصلاة، كيفية الطهارة، كيفية الأكل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فينبغي لنا أن نكون دعاة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبواب الدعوة كثيرة ولله الحمد والمنة، إما أن يكون طالب علم أو شيخ أو خطيب أو معلم فيلقن الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأها عليهم، أو يكون كاتبا فيكتب مؤلفا، أو يكون ناشرا فينشر لنا كتاب وينشر لنا مقطع صوتي وينشر لنا مقطع فيديو. هذا ضرب من أضرب الدعوة إلى الله عز وجل. وذلك جاء في الحديث: يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: الذي صنعه، والذي ناوله، والذي رمى به. فما ظنك كم يدخل الجنة بخطبة أو درس أو محاضرة أو مؤلف؟ المؤلف مأجور، والناسخ مأجور احتسب، والطابع مأجور احتسب، والمشتري مأجور احتسب، والمهدي مأجور احتسب، والقاري مأجور احتسب، وكل من يأتي من وراء هذا النفع بإذن الله تعالى هم شركاء في الأجر من فضل الله سبحانه وتعالى. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فلا يسبقك أحد إلى هذه الفضيلة، انشر السنة. بل جاء في الحديث في تفسير حديث الغرباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، لما أخبر النبي عليه السلام عنهم في آخر الزمان قيل: من هم يا رسول الله؟ جاء في بعض ألفاظه وإن كان متكلم في صحتها قال: هم الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. هم الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكن أنت ممن ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يبث دين الله سبحانه وتعالى. والحديث المشار إليه سابقا دليل على ذلك، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها.